أب أزهري وإمام مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي. الله. يعني تربية متحفظة وحلم إنك تكون ممثل. ما كانش عنده مانع خالص. ده كان بيسمع أم كلثوم بحبها، وكان بيتفرج على كان في فيلم بيجي يوم الحد مثلا، يوم الأحد، يوم المفتوح. فكنت بشوفه بيحب صلاح منصور الله يرحمه في فيلم الزوجة التانية. لا، ما احنا برضو معروف في مجتمعنا احنا نحب نسمع الست أم كلثوم، بس بنتنا ما تطلعش تغني. صح. ممكن نحب محمود المليجي ونحب بس نجيب الريحاني، بس ابني ما يطلعش ممثل. بص، هو كان مشكلته معايا انه خد شهادة. احنا كان هو من الجيل، من الزمن بتاع الشهادة سلاح. والمير يتمرمغ في المير زي ما بيقولوا، يعني خلي عندك وظيفة، خلي عندك أكل عيش ثابت، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. طلعت سلاح؟ هي طلع كلامه هو صح. بس انا ما التزمتش بيه، انا خدت الشهادات ومتعلقة عندي في البيت ومش عارف فين. انما مش القضية، لانه الزمن اختلف. ولكن هو كان صح، هو كان صح في ان هذه الشهادة هي حماية. حتى لو هي مش سلاح هتصارع بيه، هي سلاح تستند عليه في وقت زنق الوظيفة. لأنه إحنا مهنتنا أنا بسميها صياد، فيمكن ده خوفه إنه المجال كده. طب حمتك إزاي؟ هي حمتني، إن إدتني حتى باور إن أنا معايا شهادة. إن أنا باور ولا مظهر اجتماعي؟ منظر اجتماعي خالص. أنا المفروض إن أنا أقول أنا قناع، يعني قناع. زي الضحك كده، زي الضحك. أنا المفروض أقول أنا الدكتور علاء مرسي، أقول أنا الأستاذ بتاع التمثيل على بس. أنا ما بقولش كده لأن أنا مش كده، إنما أنا ممثل، أنا فنان، أنا بحب التمثيل، أنا بحب الإخراج، بحب التأليف، بحب الشغلانة على بعضها، بحب أنا هاوي ومش قادر أبقى محترف. ودي مش ده عيب، مش صح. الأب هذا هو نموذج للوسطية اللي كنا بنعيشها كلنا. هل تعلمي أنه مثلاً أن الشيخ عباس عبد الصمد كان بيعزف عود، وبليغ حمدي من الناس اللي بتستمتع بعزف الشيخ عباس عبد الصمد؟ لا، ما أعرفش المعلومة دي. يعني إحنا إيه اللي حصل في فكر أنه لا تحريم، لا تكفير، لا تجهيل؟ دي موجة ودت الكل في داهية، والحمد تطولت. طولت موجة بس تأصلت وقويت جدا وطولت. وربت أجيال على الفكر بالأسف. ده ولكن عندك نوع من الفن تشوفه فن حرام أو تقول عليه فن حرام؟ اللي يفضح الفن، اللي يفضح، اللي يفضح بلدي، اللي يبين مساوئ بلدي، اللي يبين شوارع مش نظيفة، بالنسبة لي ده فن حرام. طب ما ده ممكن أحياناً يبقى حقيقة. ممكن يبقى في شارع بجد مش نظيف، ممكن يبقى في منطقة فعلاً شكلها وحش. حال ما طلعهاش زي ما هي، أعبر عنها بشكل آخر، وهنا الإبداع. هو الفن مش مرآة الواقع؟ أفلام زمان الأبيض واسود كانت بتورينا مصر الأنيقة. حال، هل تعتقد إن زمان كانوا بيصورونا كل الحاجات؟ ولا كان في شوارع وحشة وكان فيها زبالة؟ أكيد ما بقدرش أتخيل إن مصر زمان كان فيها أي حاجة صح؟ وحشة. ليه؟ لأن السينما كان بتقدم لنا أجمل شيء في البلد. دورنا ده هتبين لي عيوب عندي في أخلاقيات، في مناظر، في شوارع، في بيوت، أي تشوهات عن وطني وعن تاريخي وعن أبنائي وإخواني، ده فن حرام. أنا عايز الجمال، السينما الجمال، وأقدر أربي ولادي بالجمال مش بالتشوه. تشوفوا الجمال على شاشة السينما وينزلوا الشارع يشوفوا قبح يصطدموا بالقبح. حضرتك دوري أنا كفنان مؤثر أكتر من إمام الجامع. أكيد إمام الجامع إحنا بندخل بنسمعه، وراجل عظيم وراجل يشكر. لا، بس بنروح له بمزاجنا وإحنا بنروح طالبين، لكن مش بيدخلنا البيت طبعا. الجهاز اللي معانا دلوقتي في إيد ولادنا ده أصبح قاتل. صحيح، اصبح شيء مشكله كبيره، بيأثر اكتر من امام الجامع. ابني بيروح يصلي الجمعه بيرجع، فهمت ايه يا ابني من هناك؟ قال لي صلي. قلت له طب ما انت كنت عنده بتصلي. قال لي ما هو قال يا جماعه صلوا. قلت له ما انت رحت تصلي، انا عايزه يربيه مش يقول له تعالى صلي. ما هو راح صلى خلاص، ما خلص الموضوع. تعالى صلي جيت ايه بقى؟ كلمني في ايه؟ كلمني في انتماء لبلدي،
كلمني في انتماء لأولادي، لأبويا، لأمي، لأسرتي، لعلمي، حرك لي حاجات جوايا، ما تخوفنيش، اديني أمل، اديني حلم أعيش فيه وامشي وراه وحقق. مفيش حاجة قوية بتتبني بالخوف. إنما الممثل أو المطرب بيعمل تأثير غريب جدا، وبعدين ممكن يبقى جاهل، الفنان ده ممكن يبقى جاهل، جاهل وبيعلم ولادي. طب ايه المصيبه دي بقى؟ مطرب ما بعرفش يغني، صوته وحش، ما هوش عارف الله حطه فين هنا في الحياه، بس هو نجم وبيربي عيالي، بيربي اذن، الاذن بتاعته، السمع بتاعهم، يتذوقوا ايه. نحن نفتقد حاجه كانت عظيمه موجوده اسمها الذوق العام، الذوق العام ده حقيقي.